طبعا بعد ما خلصته صار شوفوا قوامه كريمي، ابي يفضل بعد. تخيلوا مو شمع، يعني مو مواد شمع، تخيلوا نفس كريمه. يعني هاي بنا هذه مات الكريم، مات تزيين الكيك نفسها ايا كانت، في العصاره باليد ايا كانت، لنا مطلق الحريه. وبعدين عشان اعبي فيها خليه يثقل بعد عشان نتحكم فيه بشكل ممتاز. الحين في سيولة. طيب صار القوام ثقيل. اها ترى ما ينطرنها، ابطل هذه وابدي اعبي. معلش خلوني اعبي الكاميرا. اخذ راحتي قاعد اعبيها بس الحين شديتها. نجرب بس العصره مالتها هني. جميل. انا مجهز الورده مالتنا ثبتها، بحاول اسوي اللي هو زينه حواليها. مثلا انا وذوق عاد حاول كذي بطريقة ايا كانت الطريقة اللي تحبونها. عاد كل واحد والديكور، تدرون ديكور رجالي يعني السيدات على 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 قد حالي. وممكن اضيف شوية جليتر هذا جليتر كله ايضا من اللي هو الديكور. معلش سامحوني ترى ديكوري على قد حالي. تطلع شكلها ان شاء الله نصير خبير كيك نسوي احسن من كذي. كافي هذا حدي. شوفوا ان شاء الله تكون حلوه. اوف يلا ما يخالف حشت هذه وزدت بالورده. الشمعة او الشمع الكريمي حق التزيين وطلع معانا هذا الشكل. طبعا انا تارك لكم التزيين كل وذوقه، يعني كلنا خبرته بالتزيين حسب انا هذا يعني حدي صراحه. هذا هي اهم شيء نتعلم شلون نسوي الكريمه، مو مهم الشكل. والحمد لله نجحت امس من حتى هذه بست. وهذا كله جميل بفضل الله تعالى.